موجز الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. أعلنت الرئاسة المصرية أنه جاري التنسيق مع السلطات السعودية لتحديد موعد زيارة الرئيس السيسي للرياض لتقديم واجب العزاء في الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد تعذر وصوله بالأمس لسوء الأحوال الجوية في مطار دافوس. وهذا وقد ألغى رئيس السيسي نشاطه المقرر بالأمس في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث كان من المقرر أن يترأس اجتماعا خاصا مغلقا تشارك فيه 52 شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء منظمات دولية وعدد من الشخصيات العامة لمناقشة الجهود الدولية الراهنة للتصدي لظاهرتي العنف والتطرف. وقد شارك رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على رأس وفد رفيع المستوى في مراسم جنازة الملك عبد الله بالأمس. ضم الوفد المصري وزراء الدفاع، البترول، الكهرباء وأمين عام جامعة الدول العربية. هذا وقد قررت الحكومة المصرية إلغاء الاحتفالات التي كانت مقررة بمناسبة الذكرى 4 لثورة يناير، وبحث تحديد موعد لاحق للاحتفال بعد انتهاء الحداد على الملك عبد الله بن عبد العزيز. كانت جنازة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد شيعت بالأمس بعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. وتقدم جموع المصلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كان الديوان الملكي السعودي قد أعلن مبايعة الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكا جديدا للمملكة العربية السعودية خلفا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والذي وافته المنية في الواحدة من صباح الأمس. كما يتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء، وذلك في فقيد الأمة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وفته المنية فجر أمس عن عمر ناهز 91 عام. تتلقى السعودية العزاء في الملك الراحل اليوم وغدا في قصر اليمامة بالرياض. وكانت المملكة العربية السعودية وعدد كبير من القادة العرب والأجانب قد شيعوا جثمان العاهل السعودي الراحل وصلوا عليه صلاة الجنازة في جامع الإمام تركي في الرياض قبل نقل الجثمان ودفنه في مقبرة العود. كما تفتح السفارة السعودية بالقاهرة سجل للعزاء من اليوم وحتى بعد غد الاثنين. وقضائيا، إلى جلسة الثاني من فبراير ولدواع أمنية، أجلت محكمة جناية الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالطورة اليوم النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة، والمتهم فيها 188 متهما. كانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي، وكانت النيابة قد واجهت للمتهمين تهم الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس قبل الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم. قال محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر إنه قرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة جهود السيطرة على الحريق الذي شب بمصنع العوازل الحرارية بمنطقة ميتنما بقليوب. تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% وتجري حاليا عمليات التبريد. أصيب في هذا الحادث عدد من رجال الحماية المدنية دون وقوع أي حالات وفاة، فيما تقدر الخسائر المادية بالملايين. توقفت حركة القطارات ما بين الزقازيق وكل من الإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة والصلحية إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها مجهولون في شريط السكة الحديد أعلى النفق المعروف بكوبري الممر. الانفجار نتج عنه إصابة شخص وحدوث فراغات في سقف النفق وكسر في القضبان وتلف بعض الفلنكات. هذا وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول 3 عبوات أخرى قبل انفجارها. وقال محافظ الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز خلال تفقده لموقع الحادث إنه تقرر إيقاف حركة القطارات المارة بمنطقة الانفجار لحين التأكد من سلامة النفق وتحمله لمرور القطارات عليه. وختاما هذه التذكرة بأبرز العناوين.
السيسي يتوجه للسعودية لتقديم واجب العزاء بعد تعذر وصوله من دافوس بالأمس لسوء الأحوال الجوية. السعودية تتلقى العزاء في الملك الراحل لمدة يومين وشيخ الأزهر من بين المعزيين. إصابة عدد من رجال الحماية المدنية وخسائر بالملايين في حريق مصنع العوازل الحرارية بقليوم. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.annahallahar.net، كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب.